بالليل تبرز مجموعة أخرى من المخلوقات أكثر غرابة. العنكبوت البجعة. حجمه لا يتجاوز حجم حبة قمح، إلا أن لديه فكين قاتلين. يبحث هذا الذكر عن وجبته التالية: باستخدام ساقيه الأماميتين فائقتي الطول يبحث عن علامات على حياة، وهذا الخيط الحريري دليل مثالي. أنثى العنكبوت الغازل المداري. لكنها محمية بشبكتها اللزجة، فكيف سيحل هذه المعضلة؟ لحسن حظه فقد استفاد العنكبوت البجعة من وجوده منذ ملايين السنين في تحسين تقنيات صيده، من خلال تقليد حركات ذبابة عالقة في شبكتها يقوم بإغوائها وجذبها إليه. يستخدم فكيه الهائلين لإبقائها بعيدة عنه وتجنب لدغتها القاتلة، ثم يشلها بسمه القوي قبل أن يلتهمها.